اتحاد الأكاديميين والمثقفين الموريتانيين يطلق أنشطته الثقافية للعام الحالي 2023 بتنظيم ندوة فكرية حول الفكر الصوفي لدى الشناقطة. حضر الانطلاقة الرسمية للأنشطة الثقافية للاتحاد والندوة المنظمة على هامشها أكاديميون وباحثون موريتانيون. وأبرزت رئيسة الاتحاد الوليد الأهداف الثقافية له، والتي من جملتها التعريف بالإرث الثقافي للبلاد وإسهامات الشناقطة في المجالات الثقافية والعلمية، حيث يضم كفاءات ثقافية وطنية وفقها. ومن أهم هذه الأهداف أننا في اتحاد الأكاديميين والمثقفين الموريتاني نعمل على بناء شبكة علاقات فاعلة تدعم عواصر الترابط العلمي والإنساني للأكاديميين والمثقفين الموريتانيين لما بينهم ومع نظرائهم في العالم الإسلامي والعربي. ونأمل أيضاً أن تكون سنداً قوياً للدولة وللقطاع الوسطي وللمؤسسات الوطنية المهتمة بالحفاظ على الإرث الثقافي التاريخي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية أرض المنارة والرباط. في حين أكد الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أن اختيار عنوان التصوف عند الشناقطة يحمل دلالات متعددة، ذاكراً أن التصوف عند الشناقطة يتجاوز البعد المذهبي، حيث كان له دور كبير في نشر العلم في مختلف أصقاع العالم. التصوف عند الموريتانيين يتجاوز البعد المذهبي إلى الرؤية التي تعتبره مقاماً من مقامات الإحسان، الذي هو عبادة الله كما لو كان يرى، فإن لم يتأت ذلك فاستحضار رؤيته. أيها السادة والسيدات، إن ما حققته الدبلوماسية الثقافية الشنقيطية من حضور وما لاقته من قبول في المحيط الإفريقي والعربي لم يكن ليقابل بذلك الإعجاب وتلك الحفاوة لولا أن البعد الصوفي لازم المستوى العلمي الذي ميز خريجي جامعة الصحراء. وتزامنت احتفالية انطلاق الأنشطة الرسمية للاتحاد مع إعلان نواكشوط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، والتي تضمنت عرض فيلم عن أهداف الاتحاد الثقافية والعلمية.